بعض الظروف القاسية جدا التي مرت على بلدنا والحرب والتي طبعا ما زالت تداعياتها تثقل كاهل أبناء بلدي الحرف الأول، كان التحرك مباشرة لتخفيف من الآثار السلبية على الطفولة والتعليم بأكثر من مجال. وبما أنه توفير فرص التعلم لأكبر شريحة من الطلاب هو السبيل الأمثل لضمان مستقبلهم، أقيم الكثير من حملات التوعية وتم إفساح المجال للدراسة بطرق مختلفة تراعي الظروف الخاصة للأطفال وأهاليهم. قوتي بتعليمي ومنهاج الفئة ب، رح يحدثنا عنه رئيس شعبة التعليم الإلزامي مديرية التربية في اللاذقية الأستاذ عهد أحمد، طبعا تفاصيل أكثر عن هذه الحملة وأهميتها وما هم الشرائح الموجهة طبعا لهذا المنهاج. من لك سعد أوقاتك أستاذ، وأهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا فيك. صباح خير أستاذ عهد. بالبداية خلينا نعرف من حضرتك ما معنى فئة ب وشو هي الشريحة اللي بتتوجهوا لها هاي الفئة، يعني نتعرف عليها. تلاميذ الفئة ب هم التلاميذ بين عمر 8 و15 سنة، هم التلاميذ الذين ما زالوا أميين أو المنقطعين عن المدرسة لعامين دراسيين أو أكثر. هؤلاء يعودون إلى المدرسة وفق منهاج الفئة ب. طبعا لدينا في البيئة في الفئة ب أربع مستويات. المستوى الأول يشمل الصف الأول والثاني، المستوى الثاني يشمل الصف الثالث والرابع، المستوى الثالث اللي هو الخامس والسادس، والمستوى الرابع الصف السابع والصف الثامن. طبعا أربع سنوات تشمل ثمانية صفوف من الأول إلى الصف الثامن. نعم. طبعا قانون التعليم الإلزامي في سوريا، أنا قلت من 8 إلى 15، حددها قانون التعليم الإلزامي في سوريا القانون رقم 7 لعام 2012، هو القانون المطبق على مجمل أراضي الجمهورية العربية السورية. نعم. أيضا أستاذ عهد، يعني إحنا خلينا نعرف أعداد المتسربين عن الدراسة، أو مثل ما ذكرت في نسبة أيضا أميين، يعني إحنا لم يلتحقوا أبدا بالمقاعدة. سأتكلم عن أعداد الفئة ب وأنطلق فيما بعد إلى المتسربين. موضوع الفئة ب أو الأعداد الموجودة على كامل أراضي المحافظة 833 تلميذ. وين بيتوزع؟ طبعا موزعين على مناطق جبلة، مدينة اللاذقية، ريف المدينة والحفة، طبعا بصورة رئيسية على 16 مركز. المركز أقصد به المدرسة. طبعا لدينا مدارس متعددة وشعب صفية منفصلة، طبعا هي ضمن المدارس مع المنهاج ألف، ولكن موجودة ضمن هذه المدارس كشعب فئة ب. طبعا تشمل مستويات تستوعب. عندنا 833 تلميذ فئة ب في محافظة اللاذقية. 833 طبعا أعداد المتسربين سألتيني عنا، يعني عنا حوالي 1726 متسرب منذ بداية العام الدراسي وحتى هذه اللحظة. طبعا في شعبة التعليم الإلزامي عدد نعم كبير. سأركز على الأعداد من منطلق، طبعا هم وافدين 90% من المتسربين هم من الأخوة الوافدين من خارج المحافظة، من محافظات أخرى بنسبة كبيرة. طبعا نحاول في شعبة التعليم الإلزامي عن طريق تطبيق القانون رقم 7 لعام 2012 والذي يلزم أولياء الأمور السوريين طبعا بإلحاق أبنائهم بالمدرسة، نحاول عبر مشرفين التعليم الإلزامي والبالغ عددهم حوالي 70 مشرف في مختلف المناطق متابعة حالات التسرب المدرسي بالتعاون مع إدارات المدارس ولجان التسرب في هذه المدارس. طبعا تمكننا طبعا من إعادة حوالي 265 متسرب حتى الآن عن طريق طبعا إجراءات مع المدارس ومع أولياء الأمور. طبعا في حملات توعية عم تصير إضافة للحملة الحالية اللي عم نقوم فيها، زيارات للمنازل، اجتماع لمجالس أولياء الأمور حتى نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من أولياء الأمور هؤلاء التلاميذ المتسربين لإعادتهم إلى التسرب. نعم. أستاذ عهد، إذا بدنا نحكي عن الحملة الحالية، حملة قوتي بتعليمي، خلينا نتعرف عليها، خلينا نتعرف على أهدافها، عنوانها أيضا، فكرتها، يعني إمتى بلشت؟ قوتي بتعليمي هي حملة طبعا تشجيعية للعودة إلى المدرسة أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف. الطلبة الذين
منقطعين عن المدارس طبعا لفترات معينة سنة أو سنتين، أو الذين لم يلتحقوا حتى الآن يستطيعون العودة إلى المدارس وفق المنهاج التجريبي للفئة ب الحالي. طبعا جهود جبارة تبذل على مستوى المحافظة، السيد مدير التربية متابعة يومية للموضوع، الكادر التربوي بشكل عام لإنجاحه. نريد أن نستقطب أكبر عدد ممكن من التلاميذ المتسربين والحاقهم بالمنهاج الحالي. بلا طبعا أستطيع أن أذكر أعداد، العدد الحالي حتى اليوم 55 مسجل في هذا المنهاج التجريبي. المنهاج موزع على 5 مراكز أيضا غطت المحافظة. طبعا كمنهاج تجريبي ربما في الأيام القادمة أو السنة العام القادم سوف يصبح العدد أكبر من ذلك بالتأكيد. لدي 5 مدارس طبعا في جبلة والمدينة والحفشة. شو السبب أنه ذكرت بده يصير العدد أكبر؟ يعني خلينا رح نوصل هلا نحن عم نجربه بها المدارس الخمسة بالتأكيد العام القادم، يعني بعد التجريبي بين أنتم النتائج فبتوسع الذي ظهر حتى الآن أنه في رغبة نعم في رغبة. وطبعا نتيجة تواصلنا مع أولياء الأمر في رغبة حتى للعودة للمدرسة، يعني في التسجيل بالمنهاج الجديد. طبعا هو نقل نوعية بمجال الفئة بي بإذن الله طبعا، ونتمنى زيادة المراكز في العام القادم. نعم. هلا استاذ عاد نحن بنعرف منهاج بي هو ليس بجديد هذا العام، كان في تجارب سابقه للمنهاج بي. فخلال هذا العام يعني كيف عم تحسوا انه ممكن يكون مختلف عن السنوات السابقه؟ حتى ذكرت ممكن اسا بالعاد يعني في توقعات للعام القادم يكون يعني في اعداد او في رغبه اكثر بالانتساب الى المنهاج بي. هناك فشو التمييز طبعاً هذا العام؟ المنهاج الفئه بي موجود سابقا. نعم. ولكن الجديد استمارة التقييم المستوى. يعني أنا سابقا تلميذ المتسرب سأفترض لعامين دراسيين، المتسرب بالصف الأول والثالث والخامس كان يعود إلى الصف الذي تسرب منه. حاليا هناك استمارة التقييم المستوى سوف يخضع لها هذا الطالب بموجب المنهاج التجريبي الجديد. هي استمارة تراكمية تحوي معلومات متعددة لتقييم التلميذ. سوف يحصل على المستوى الذي يستحقه، يعني الاستمارة جاهزة تكون، الطالب رح يجاوب على الأسئلة ويوضع في المستوى الذي يستحقه. سابقا كنا نتعامل بطريقة مختلفة، كان هناك صبر للتلميذ وبالأخص في الصفوف الثاني والرابع والسادس. حاليا لا، في استمارة تحديد مستوى سوف يخضع لها هذا الطالب. فمن هنا كانت الاختلاف عن ما مضى، عن العام الماضي. نعم. استاذ اذا بدنا نحكي عن عدد المسجلين الى هذا اليوم يعني من قبل الاهالي لاولادهم المتسربين، وايضا عدد الكادر التدريسي او ماهيه هذا الكادر التدريسي ايضا نحكي عنه. الكادر التدريسي الموجود لدي 24 معلم ومدرس. طبعا هناك شروط للانتقاء طبعا من داخل ملاك وزاره التربيه، خبرة لا تقل عن 5 سنوات. أيضا يجب أن يكون قد درس المنهاج بي فيما سبق، خضع لدورات أيضا لتدريس المنهاج الفئة بي، وأيضا خضع لدورات المناهج المطورة. لدينا 24 معلم ومدرس في المراكز الموجودة حاليا والتي سوف يطبق فيها المنهاج التجريبي للفئة بي. العدد مثل ما قلنا يعني تجاوزت 50 وهي في ازدياد طبعا. نعم. لحين عندنا 13/2 طبعا استقطاب التلاميذ سوف يكون بإذن الله. نعم. إن شاء الله أنه توصلوا خلينا نقول لأكبر عدد ممكن يعني من أجل متابعة هذا الموضوع. أيضا خلينا نحكي عن المنهاج بي بحد ذاته، يعني شو بيتميز عن المنهاج؟ ذكرت في سبر معلومات، في مستويات أيضا، فخلينا نحكي عن مضمون هذا المنهاج. مضمون طبعا هو منهاج بيختصر، أنا عندي كل سنة بسنتين، يعني التلميذ القادم هو بظروف معينة غير طبيعية خلينا نقول، متسرب، لديه فاقد تعليمي، سأحتاج إلى وقت معين أقل من الوقت العادي الطبيعي لتعزيز المعلومات التي فقدها. فأنا عندي كل سنة بسنتين، فالمنهاج إلى حد ما مختصر ويلبي احتياجات التلميذ طبعا، ويراعي الفروق الفردية وما إلى ذلك. قريب من المنهاج المعتمد؟ مشابه له ولكن مختصر إلى حد ما، ليتمكن التلميذ من استيعابه. وأيضا لدينا كل مستوى الأول صفين أول وثاني، سيستطيع في هذا العام
أن ينهي صفين دراسيين. هذا الموضوع يحتاج إلى تقليل المحتوى ولكن بدون أن يؤثر على الصورة العامة للمنهاج. بالنسبة ل يعني استمرارية التسجيل، إلى أي متى يستمر التسجيل؟ وأيضا بالنسبة لأعمار الطلاب المقبولين، يعني ذكرت أنه في كما فروقات. ذكرت قانون التعليم الإلزامي في سوريا حدد هذه الفئة بين 8 وال 15 عام. نعم. يعني بشكل أو بآخر سأتوجه إلى هذه الفئة. ربما المستغرب يعني بنحكي امام الناس انه في مثلا تلميذ لحد ال 11 عام ولم يدخل المدرسه، ل 12 سنه ما دخل المدرسه، هؤلاء يحتاجون الى مثل هذا المنهاج لردم الهوه وتعزيز معلوماتهم التي فقدوها. ف لدينا طبعا ل 13 شهر التسجيل بينتهي اخر موعد في هذه الخمس مراكز الموجوده على مستوى المحافظه. نعم. يمكن استاذ عهد في سؤال يمكن ينسأل كثير، انه بعد ما يتم يعني صبر معلومات الطالب ايضا انتسابه الى المنهاج، ذكرت في اعمار كبيره 11 سنه ايضا ما داخل مدرسه ابدا او ممكن يكون متسرب يعني فقط البدايات يعني او خلينا نقول الصف الاول ربما، يعني بعد المنهاج ب كيف بيتم دمجهم للطلاب؟ هل بيضلوا هن بمراكز محدده الى ما نهايه التعليم الالزامي ولا لا بيتم دمجهم مع الطلاب العاديين؟ ساجيب، ولكن موضوع السبر كان سابقا في المنهاج التجريبي، هناك استمارة تحديد مستوى لنكون دقيقين. بالنسبه كيف بيتم اختبار تحديد المستوى؟ استمارة جاهزة طبعا، استمارة بيتم وزارة التربية أعدتها لرفض المراكز مراكز المنهاج التجريبي بها طبعا، وسيخضع لها المتقدمون. بالنسبة لسؤالك اللي كثير مهم، انه هذا التلميذ هل سيبقى يعني في ممكن أبو يروح مع صف ثاني اللي عمره 11 سنة نقول اذا او ثالث رابع؟ مجرد طبعا هو عندنا نحن بتعليمات القيد والقبول سلم اعمار، يعني عندي للأول ثاني ثالث رابع وحتى الصف التاسع، عندي وليفترض فرضا الصف الأول 2013 حتى الشهر الأول 2016، هذه الفئة هي المحددة أو التي أستهدفها في الصف الأول. طيب أنا هلأ جاني طالب مواليد 2013 ولم يدخل إلى المدرسة سابقا، بالتأكيد هو فئة ب، سوف يخضع للمنهاج الحالي المنهاج التجريبي. مجرد ما أصبح عمره مناسب للفئة ألف سوف ينتقل إلى فئة ألف، يعني لن يبقى في المنهاج فئة ب إلى ما شاء الله. عندما يصبح عمره الزمني متوافق مع مستواه العلمي سوف أنقله إلى الفئة ألف. يتم نقله يعني. نعم نعم، وتابع تدريسه بشكل طبيعي. نعم. ذكرت يعني بعض التفاصيل عن الكادر التعليمي استاذ عهد، خلينا نحكي عن يعني هذا الكادر كيف بيتم اختياره، ممكن يكون عنده بعض المميزات اكثر باعتبار في ضغط ربما يعني على هذا الطالب بعمر معين بيحتاج لعنايه اكثر لمتابعه اكثر من الكادر التعليمي. نعم. نحكي عن هذا الكادر كيف بيتم طبعا شرط الخبره 5 سنوات من ملك وزارة التربية حصرا. طبعا هناك حالات خاصة ليست في المحافظة، لدينا فائض ولدينا عدد لا بأس به من الكوادر التدريسية، فشرط الخبرة 5 سنوات، أن يكون قد خضع طبعا أو درس الفئة ب وخضع لدورات لتدريس منهاج الفئة ب سابقا، وأيضا خضع لدورة المناهج المطورة، طبعا هذا شيء أساسي. فلدينا طبعا 24 مدرس على مستوى المحافظة للكادر للمنهاج التجريبي. نعم. أكيد ما سهل عليكم هذا الموضوع أستاذ عهد، هو يعني فعلا تطبيقه صعب على أرض الواقع وخصوصي بمحاولة أنه يعني الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتسربين، لهيك أكيد في صعوبات وتحديات كتير، كيف عم تتم مواجهتها؟ وأيضا الحملات اللي عم نشوفها كمان هنا أكيد هي حملات داعمة، لكن هل عم بيتم فعلا نجاحها على أرض الواقع؟ هل عم بيتم يعني الوصول إلى كل مثل ما ذكرنا الشرائح المتسربة بالمنهاج؟ طبعا بتوجيهات من السيد مدير التربية أستاذ عمران أبو خليل، طبعا منذ اليوم الأول انطلاق الحملة طبعا كمشرفين وككوادر وزارة التربية طبعا عبر مجالس أولياء الأمور، تفعيل لجان الطواف أيضا، تم تفعيل لجان الطواف على المناطق الصناعية والأسواق لاستهداف عمالة الصغار بالتحديد. نعم.
طبعا هي يمكن موضوع ذو شجون، موضوع لحاله ذو شجون. هناك لاحظنا طبعا عماله وعداد لا باس بها تم مخاطبه هؤلاء عن طريق اولياء امورهم. طبعا نامل بدها جهد تراكمي طبعا، ولكن عن ايضا عن طريق مجالس اولياء الامور كان لها اثر كبير، وبالتحديد في المدارس المستهدفه بالمنهاج الذين سنطبق فيها المنهاج التجريبي. العدد في ازدياد باذن الله، طبعا جهود جباره تبذل حاليا في سبيل انجاح هذا المشروع ان شاء الله. نعم. بالنسبه ايضا للنجاحات اللي حققتوها لغايه هذا الوقت، يعني بعد كل الحملات اللي قمتوا فيها والحمله الحاليه، شو هي بعض النجاحات اللي ابصرت النور يعني مع هدول الطلاب؟ اتحدث على مستوى مديريه التربيه وعمل شعبه التعليم الالزامي، طبعا اللي عمل الاساسي هي تطبيق الزاميه التعليم على اراضي المحافظه كمحافظه اللاذقيه. طبعا بدأ العمل بنشاط منذ عام 2011-2012، وطبعا مع قدوم اخوتنا الوافدين من مناطق اخرى وبدايه التسرب المدرسي طبعا كان في ازدياد، وهلا راح احكي انخفضت الاعداد بثلاث سنين الاخيره. طبعا استتباب الامن على في كافه انحاء القطر طبعا ادى الى انخفاض اعداد الوافدين، التسرب المدرسي انخفض ايضا بشكل او باخر، ولكن جهودنا ما زالت على الارض طبعا عبر مشرفي التعليم الالزامي ادارات المدارس. عندنا حاليا قلت يعني العدد تجاوز 1200 متسرب، ولكن تمكنا من اعاده حوالي 325 الى 330 متسرب حاليا، وجهود متواصله. طبعا هناك اجراءات معينه نتبعها عن طريق رفع انذارات الى عن طريق مديريه التربيه الى قياده الشرطه، عن طريق المحافظة طبعا إبلاغ أو إنذار ولي الأمر بضرورة إعادة ابنه إلى المدرسة. طبعا هي مو بس أنه طبعا في إجراءات قانونية تتخذ، يعني بالنهاية هو القانون إلزامي، قانون التعليم الإلزامي في سوريا. نعم أكيد، أنا يعني هي نقطة كتير مهمة أنه تشديد العقوبات على هذا الموضوع باعتبار أنه هو تعليم إلزامي. فولي الأمر أو أولياء الأمور يعني هم المسؤولين عن التحاق طبعا أولادهم بالمدارس وبالتعليم الإلزامي، لهيك أكيد بده يكون في تعاون من كل الجهات المعنية لحتى توصلوا لأهدافكم بضرورة التعليم الإلزامي. لهيك كيف أنتوا قادرين فعلا توصلوا للأهالي يعني لأولياء الأمور؟ طبعا في مثل ما ذكرت يعني هناك عم نشوف عمالة كتير كبيرة، يعني أكيد هو الطفل ما باختياره، يعني هو طبعا بالنهاية المشكلة في التسرب المدرسي هو مع الأهل وليس مع التلميذ. الأهل يعني مشكلة أهل أحيانا مع موضوع عمالة التلاميذ، الحالة الاقتصادية يتحجج بها ولي الأمر أنه أنا يا أخي بدي أسحب ابني بده يشتغل. أيضا بمجال الإناث وللأسف يعني الزواج المبكر طبعا الظاهرة طبعا موجودة للأسف، يعني نستطيع نحن طبعا مكافحتها عن طريق قانون التعليم الإلزامي. هذا الولي الأمر سوف يبلغ في حال تسرب ابنه لمدة 15 يوم عن المدرسة طبعا متواصلة. في اليوم 15 صار اسمه متسرب، في حال لم يتجاوب مع إدارة المدرسة تقوم إدارة المدرسة بتنظيم إنذار لهذا الولي الأمر، يرفع إلى شعبة التعليم الإلزامي، يوقع على السيد مدير التربية طبعا والمحافظة، ومن ثم يبلغ عن طريق إدارة قيادة عفوا الشرطة. قيادة الشرطة تبلغ بوجوب الحاق ولدك بالمدرسة خلال 10 أيام، في حال لم يتسل هناك دعوة سوف تقام على ولي الأمر تمام. دعوة قضائية عن طريق مديرية التربية تماما. طبعا في غرامة مالية 15,000 ليرة سوري في حال لم يستجف، وهناك مضاعفة للعقوبات فيما بعد. نعم. هلا استاذ عهد يعني ضال الوقت كثير قصير للتسجيل، شو بتتوجه للاهالي؟ شو بتقول لهم يعني للي لسه ما اقبلوا على تسجيل اولادهم بهذا الوقت القصير؟ طبعا ادعوهم للتسجيل، المنهاج التجريبي فرصة لتعويض الفاقد التعليمي وبالاخص للمنقطعين منذ سنوات عدة، فرصة ذهبية للعودة إلى المدرسة لبناء مستقبل هؤلاء الأطفال. نتمنى زيادة العدد في الأيام القادمة، و
نتمنى التوفيق لنا وللمشروع ولكم. شكرا جزيلا. أكيد نحن نتمنى الالتزام، يعني أكيد لأسباب متعددة، يعني نحن هلأ بظروف فعلا بحاجة للالتزام وخصوصي بالتعليم، لأنه هي القوة مثل ما هي شعار الحملة، القوة بالتعليم. فأكيد نحن نتمنى لجهودكم أنه فعلا تنال يعني النجاح بهيدا الجهود المبذولة والجبارة اللي عم نشوفها من قبل وزارة التربية ومديرية التربية وكل الجهات المعنية. يعني منقلكم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق ودعوة أكيد يعني للأهالي بأنه أولادهم المتسربين بالانتساب إلى هذا المنهاج من أجل تحصيلهم العلمي. شكرا كثير لك. شكرا لكم وعلى إدارة تلفزيون أوغريت. أهلا وسهلا فيك الأستاذ عهد أحمد، رئيس شعب التعليم الإلزامي بمديرية التربية. نورت صباحنا. شكرا لحضرتك. صباح الخير. شكرا لك.